بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. أيها السادة المشاهدون، نحن مع الحلقة الرابعة من منبر التجديد، وحديثنا كان ولا يزال عن مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد تحدثنا فيما سبق عن رؤيتين اثنتين: رؤية لا تنظر إلى مقصد الشرع ولا إلى سره ولا إلى حكمته، إنما تقف عند ظواهر النصوص فقط. وتحدثنا عن سمات هذه الرؤية وعن منطلقاتها وعن الثمرات المرة التي نتجت عن هذه الرؤية. ثم تحدثنا ثانية عن رؤية ثانية، وهي رؤية تهمل النص الشرعي ولا تلتفت إليه، باحثة عن علل وعن مصالح وعن مقاصد في أخيلتها فقط. ونحن اليوم مع الرؤية الوسط، مع الرؤية التي تتمسك بالنص وحكمه وتبحث في الوقت ذاته عن مقصد الشرع. كأنما تنبثق هذه الرؤية من عمق قوله تعالى: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذه الرؤية تجمع بين النظر الواعي للمقاصد وحسن الفقه للنصوص الجزئية، كما أن هذه الرؤية تفهم الأحكام الجزئية في ضوء الضوابط الكلية، وتبرأ من غلو الرؤيتين السابقتين الظاهرية والانفلات من ضوابط النصوص. وأحب في البداية أن أقول بأن هذه الرؤية هي التي عليها الأئمة الكبار، بدءا من أئمة الفقه العظام وانتهاءا بالفقهاء المعتبرين المعاصرين. وهذه الرؤية هي التي عليها النهج في الأزهر الشريف، وعليها النهج في وزارة الأوقاف وفي منبر التجديد. نريد أن نتعرف بعد ذلك على ملامح هذه الرؤية الوسطية. هذه الرؤية الوسطية، ومعنى الوسطية أنها تتمسك بحكم النص وتبحث في الوقت ذاته عن مقصد النص وعن حكمة النص وعن أسرار النص. ملامح هذه الرؤية: أولا، تنطلق من اليقين بأن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة ومتعلقة بمصالح العباد. وقد قلنا فيما سبق: كل ما أباحه الله عز وجل وكل ما أوجبه الله عز وجل فيه مصلحة للناس، وكل شيء حرمه الله عز وجل ونهى عنه ففيه مفسدة تعود على الناس. تستند هذه الرؤية فيما تستند إليه أيضا لما هو مقرر لدى بعض الأصوليين الذين يذهبون إلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نص صحيح صريح بنسخه. يعني هذه الرؤية تقول بأن الأحكام التي شرعها الله عز وجل على من سبقنا من الأمم شرعها لمصلحة وشرعها لحكمة، ومن ثم فإننا نأخذ بهذا الحكم شريطة ألا يرد في شرعنا ما ينسخ هذا الحكم الذي كان على الأمم السابقة. من ملامح هذه الرؤية أيضا تمتين العلاقات والروابط بين
نصوص الشريعة الإسلامية بعضها ببعض، لابد ونحن نقرأ في أحكام الشريعة الإسلامية ألا يقتصر نظرنا على نص واحد أو على حكم واحد. من الخطورة بمكان أن الإنسان يقف عند حديث واحد فقط ثم يريد أن يستنبط منه حكما، وفي هذا الباب عدة أحاديث أخرى. ومن الخطورة أيضا أن تلتقط عين الإنسان آية من القرآن الكريم تتحدث عن القتال مثلا ثم لا يلتفت إلى بقية الآيات أو إلى السياق الذي يحدد المراد من هذه الآيات. يقول العلماء الوحدة الموضوعية شرط في صحة الاستنتاج، يعني أننا إذا أردنا أن ندرس الربا في الشريعة الإسلامية مثلا علينا أن نجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الربا، وعلينا أن نجمع الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الربا. إذا أردنا أن ندرس التدرج في تحريم الخمر نجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أي حكم نريد أن نبحث عنه في الشريعة الإسلامية لا نقف عند حدود نص واحد فقط، ما دام في هذه الشريعة نصوص عديدة. ولذلك يقول العلماء الوحدة الموضوعية شرط في صحة الاستنتاج. فمن الخطأ مثلا وأنت تتكلم عن أحكام الربا في القرآن الكريم أن تقف عند قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وتتناسى وتغمض العين عن قول الله تعالى في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا. الواجب أنك تجمع هذه النصوص كلها، فهذه الرؤية الوسط تربط بين هذه الأحكام، يعني تربط بين نصوص الشريعة بعضها ببعض بحيث لا يتم إعمال نص على حساب نص آخر، بل يتم إعمال جميع النصوص بحيث لا صدام ولا عناد. فالفقيه النابه الفقيه الحذق هو الذي يرى أحكام الشريعة منظومة كلية تتبادل عناصرها وبينها التضافر وبينها التعاون لتحقيق مصالح العباد. من ملامح هذه الرؤية أيضا الاعتدال والوسطية بحيث لا إفراط ولا تفريط، لا طغيان في الميزان ولا إخسار في الميزان. فنحن قلنا في بداية حديثنا بأن هذه الرؤية تنطلق من عمق قول الله تعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذه الرؤية تجمع في اعتدال دون إفراط ولا تفريط بين حكم النص وبين مقصد النص. من ملامح هذه الرؤية أيضا الربط الحكيم بين مضمون النصوص والواقع الحياتي للناس بما لا يحيف على عطاء النص. يعني الفقيه لابد أن يدرك النص الشرعي ولابد في الوقت نفسه أن يدرك واقع الناس ثم يقوم بتنزيل حكم الله عز وجل على واقع الناس. فالمجتهد أو الفقيه وينبغي على الداعية أن يدرس النص الشرعي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وأن يدرس الواقع المعيش للناس وأن ينظر إلى الحياة، ثم عليه أن ينزل هذا النص الشرعي على واقع الناس. أنا لا أريد أن أضرب أمثلة عديدة لأن الأمثلة كثيرة في هذا الباب، وقد سبق أن تكلمنا عن قضية مثلا زكاة عروض التجارة وتكلمنا عن قضية صدقة الفطر. وتنطلق هذه الرؤية مما تقرر لدى الأصوليين من أنه إذا تعارض نص محتمل أو محتمل مع مصلحة مؤكدة أو مصلحة قطعية فإن بعض الأصوليين
يذهب إلى تأويل النص بصورة علمية لتحقيق مصالح الناس دون افتئات على النص، وذلك بشرط في المصالح المعتبرة وليس في المصالح الموهومة. من ملامح هذه الرؤية أيضا الأخذ بالأيسر دون الأحوط، لأن الشريعة مبناها على اليسر ومبناها على التيسير ومبناها على رفع الحرج. هذا بنص البيان القرآني الذي يقول الله فيه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونحن نعلم أن ما نافية، وأن كلمة حرج نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هذه الآية نص في العموم، لأنها سبقت كلمة حرج جاءت كلمة من التي تؤكد هذا العموم. لابد أن الفقيه أو الداعية يذهب إلى التيسير ويذهب إلى اليسر ويذهب إلى رفع الحرج دون استعمال كلمة الأحوط ودون استعمال كلمة الزهد ودون استعمال كلمة الورع. الدرجة الأولى كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في الإحياء، الدرجة الأولى المطالب بها الناس في الورع الابتعاد عن الحرام. هذا الذي ينبغي أن نربي أو أن يربي الداعية الناس عليه، الابتعاد على الحرام. أما أن يكون الأمر جائزا والداعية أو الفقيه أو المجتهد أو المفتي للناس يحاول أن يذهب بهم إلى الورع وإلى الاحتياط وإلى التجديد على الناس، فذلك النهج مخالف للقرآن الكريم الذي يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومخالف للنهج النبوي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولعلنا نعلم أن من أدوات الترجيح بين الأحكام عند علمائنا الأماثل قولهم: هذا أرفق بالناس. نجد هذه العبارة في كتب قواعد الفقه وفي كتب أصول المذاهب الفقهية وفي كتب التشريع وفي كتب الفقه، أن الفقيه يجد أن هناك قولا يمنع وأن هناك قولا يبيح وأن حاجة الناس إلى هذا القول المبيح، فيقول هذا أرفق بالناس. لكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا ما لم يكن هذا الأمر مصادما للنص الشرعي. من ملامح هذه الرؤية أيضا التحلي بروح الحوار بين الثقافات المختلفة وبين الحضارات المختلفة. الإسلام دين عالمي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فهو لم يرسل رحمة للمسلمين فقط، إنما بنص البيان القرآني أرسل رحمة إلى العالمين، وقد قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنت ينبغي أن تنفتح على الحوارات وعلى الثقافات، وليس ثمة من عجب في أن يؤمن المسلم انطلاقا من دينه وشريعته أن الدعوة الإسلامية قائمة على الرفق للعنف وعلى السلام للحرب وعلى الرحمة للنقمة. فأنت ينبغي أن تكون رحيما بمن تدعوه إلى هذا الإسلام، وأن تعلن على الناس أن الأصل في ديننا الحنيف السلام للحرب، وأن الأصل الرحمة للنقمة، وأن الأصل أنك تقوم في هذه الدعوة بالرفق. والله يقول لنا في القرآن الكريم ويحدد لنا ملامح الدعوة الإسلامية وملامح الدعوة إلى دينه الحنيف، فيقول:
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة الكلمة اللينة الكلمة الطيبة التي تحول العدو إلى صديق. وإذا كان هناك حوار وجدال بينك وبين من تدعوه إلى هذا الدين، فليكن هذا الحوار بالتي هي أحسن. هناك حسن وهناك أحسن، وكلمة أحسن في اللغة العربية أفعل تفضيل، يعني إن كان هناك طريقان، طريق حسن وطريق أحسن، فينبغي على الداعية أن يتبع الطريق الأحسن. ويقول الله لنا في القرآن الكريم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكلمة الجدال هنا كما قلت تعني الحوار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا أردنا أن نتحاور أو أردنا أن نتكلم، فعلينا أن يكون الكلام بالطريقة التي هي أحسن. المنطلقات هذا الذي تحدثنا عنه، ملامح هذه الرؤية، عندنا في هذه الرؤية الوسط التي تجمع بين الحكم الشرعي وبين مقصد الشرع، هذه الرؤية لها منطلقات. أول منطلق: التماس مقصد النص قبل التسرع في الحكم، قبل أن يتسرع المفتي في الفتوى، وقبل أن يتسرع الداعية في الفتوى، وقبل أن يتسرع الفقيه في الحكم، عليه أن يتلمس مقصد الشرع الحنيف. فالبر بنصوص الوحي الشريف يتمثل في الانطلاق من الإيمان بخلوده وعالميته إلى التماس المقاصد التي تنطوي عليها الأحكام. من العقوق في الشريعة الإسلامية أن تقف عند الحكم الجزئي أو عند الأحكام الظاهرة دون أن تغوص في بيان أسرار هذا الحكم وفي بيان المقصد من هذا الحكم. ومن هنا من الخطورة بمكان أننا ننزل الضروريات على المستحبات أو على أنها مستحبات، أو ننزل المباحات على أنها من الضروريات. هناك خلط عند بعض الناس من غير المنتسبين إلى الأزهر الشريف في دراسة الشريعة الإسلامية، أنه يسوي بين الضروريات وبين المباحات، يسوي بين المكروهات وبين المحرمات. التحريم فيه نص قاطع من الشارع، أما الأمر المكروه فليس فيه نص قاطع. فمن الخطورة أنك تسوي بين الضروريات، وأنك تسوي بين الضروريات وبين المباحات، وأن تسوي بين الواجبات وبين السنن، وأن تسوي بين المحرمات وبين المكروهات. ولذلك نحن قلنا بأن مقاصد الشريعة الإسلامية المصالح ضروريات، وقلنا هذه الضروريات تتمثل في المحافظة على النفس، على الدين، على العقل، على النسل، على المال، وزاد القرافي على العرض، وتحدثنا في هذا فيما سبق. هناك ضروريات، هناك مصالح حاجيات هي أقل من الضروريات، لكن فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني في بعض الأحيان الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. هناك قسم أخير ذيل لهذه المقاصد: التحسينيات. فمثلا أنت إذا أردت أن تسكن في بيت، الضروريات لهذا البيت أن يكون له جدران وسقف وباب، ولك دورة مياه، حمام، هناك كهرباء، هناك مياه، هذا أمر ضروري في البيت. هناك أمور من الحاجيات: أن يكون هناك أساس في البيت تنام عليه، تجلس عليه، أساس تقضي فيه
في المطبخ، تقضي فيه حاجتك من الأطعمة والأشربة إلى آخره. هناك تحسينيات، كان تأتي بفازة من الورد، كان تأتي بساعة في الحائط، كان تأتي بصورة على الحائط بمنظر جميل، هذا من التحسينيات. هل في منطق العقل يمكن أن نسوي بين التحسينيات، بين فازة الورد في البيت وبين المياه والكهرباء التي هي من الأمور الضرورية في البيت؟ هكذا أحكام الشريعة الإسلامية، هناك أمور من الضروريات لا يستغني الناس عنها، وإذا فقدها الناس هلكوا، وهناك أمور من الحاجيات وقد تنزل منزلة الضروريات، وهناك أمور أيضا من التحسينيات. بإيجاز شديد، هل يمكن في منطق الشريعة الإسلامية أن نسوي بين الصلاة التي هي فرض من فرائض الله والتي هي شعيرة من شعائر الإسلام؟ أنا أطرح السؤال فقط، هل يمكن أن نسوي بين الصلاة التي أمر الله بها في القرآن الكريم والتي قال لنا أقيموا الصلاة في مواضع عديدة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحثنا على الصلاة وأنها ركن من أركان الدين وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هل نقول بأن الصلاة فرض ونسوي بين الصلاة وبين إطلاق اللحية ونقول بأن الصلاة فرض وبأن إطلاق اللحية فرض، وأن بناء على هذا الكلام أن من صلى وزكى وحج وفعل شعائر الإسلام وابتعد عن المحرمات لكنه لم يطلق لحيته، بناء على هذا هو آثم وربما في رأي هؤلاء يدخل النار؟ الخطورة من أين جاءت؟ جاءت من أننا سوينا بين فريضة قطعية منزلة في القرآن الكريم ونص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وبين أمر اللحية، ولذلك لا يمكن أن نسوي بين الفرائض وبين السنن أو بين المندوبات. نضرب مثلا آخر، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هل يضطرد هذا النص في كل العصور والبيئات أو أن الحكم يدور مع العلة والملابسات؟ ينبغي أن نفهم أيضا السنة النبوية في ضوء أسباب ورودها وفي ضوء الملابسات لها، فإننا عندما ننظر في هذا الأمر فإننا لابد أننا نبحث عن الظرف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا النص، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لأن الوقت آنذاك أو الحياة آنذاك كانت مهجورة وكانت منقطعة، وكانت النساء أو الرجال يسافرون على الجمال ويستغرقون الأيام والليالي في السفر، ففي هذا السفر خطورة على المرأة عندما تمشي بالليل في الصحراء أو تمشي في مكان ليس فيه أحد. من هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الوعي الفقهي يرى أن النص كان في بيئة معينة، فإذا تغير الحال تغير الحكم، ويدعم هذا حديث عدي بن حاتم مرفوعا عند البخاري يوشك أن تخرج الضعينة من أي المسافرة من الحيرة في اليمن تأم البيت لا زوج معها، لأن الطريق قد اعتمر ولأن الناس أصبحوا كثر وأصبحت الحياة آمنة. وفي السنة حجت عائشة رضي الله عنها وطائفة من أمهات المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب ولم يكن معهن أحد من المحارم، بل كنا في صحبة سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. وقال بعض الفقهاء من هنا تسافر المرأة وحدها إذا كان الطريق آمنا، لأن العلة الظرف الذي نهى صلى الله عليه وسلم
عن سفر المرأة دون محرم أنه خشي عليها وخاف عليها من وحشة الطريق، لكن إذا أصبح الطريق آمنا فيمكن للمرأة كما قال بعض الفقهاء أن تسافر وحدها. ومثل ذلك هناك منع طروق الرجل أهله ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام منع أن يكون الرجل في سفر ثم يأتي إلى أهله ليلا دون علم، فقد يكون البيت ليس مستعدا لاستقبال الرجل. ينبغي أن نفهم الظرف وأن نفهم الملابسات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لا يأتي أهله أو لا يطرق أهله ليلا. الحديث فيه عدة روايات، هذه الروايات ذكرت علتين اثنتين، علتين في أن الرجل لا يطرق أهله ليلا دون سابق علم. العلة الأولى السمو بالرجل عن أن يكون متلمسا لنقيصة في أهله، يعني ليس من السنة وليس من الإسلام أنك تراقب أهل بيتك وتفاجئهم بمجيئك لأنك تريد أن تتلمس نقيصة أو عيبا أو أي شيء يخطر في بالك في أهلك، ليس هذا من الإسلام. العلة الثانية استعداد المرأة وتهيئتها للقاء زوجها عندما يعود، وفي الحديث قال كي تستحد المغيبة وتمطشت الشعثة، يعني المرأة عندما تعلم بأن زوجها سوف يحضر من السفر في يوم كذا فإنها تستعد لاستقبال زوجها. لكن الحال الآن تغير وأصبح الرجل يمكن أن يخبر أهله بمجيئه سواء جاء في الليل أو جاء في النهار. ينبغي أيضا أن نفرق ونحن في الرؤية الوسط، أن نفرق بين المقاصد والوسائل. هناك مقاصد للأشياء وهناك وسائل للأشياء. المقاصد المطلوبة قد تكون أمرا ثابتا، والوسيلة قد تكون أمرا متغيرا، وقد ضربنا مثلا فيما سبق بقضية السواك، المقصد تنظيف الفم، أما الوسيلة فقد تتغير من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى مكان. فيمكن أن تنظف فمك وأسنانك بالسواك أو بأي أداة يقررها علماء الطب وعلماء الأدوية. لا نقف عند الوسيلة، لكن يمكن أن نبحث عن وسائل تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، المهم أننا نحصل المقصد. فهناك وسائل وهناك مقاصد، فالله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم أي للأعداء الذين يريدون أن يعتدوا على البلاد ويعتدوا على العباد، الله يأمرنا بأن نستعد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من كل ما نستطيع، وهذه القوة متغيرة بتغير الأزمنة. كانت القوة عند العربي قديما عبارة عن الخيل والرمح والسيف، أما القوة الآن فهي في الطائرات والدبابات والغواصات. القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما قوله تعالى ومن رباط الخيل فهذه وسيلة، إشارة إلى الأدوات والأسلحة التي تتنوع بتنوع العصور. لا يمكن أو لا يوجد عاقل على وجه الأرض الآن يقول بأن الحرب بيننا وبين غيرنا أو بأن الحرب في الأرض الآن تقوم على رباط الخيل أو تقوم على السيوف أو على الرماح. الحروب الآن هناك طائرات تركب متن الهواء، وهناك غواصات تغوص في عباب الماء، وهناك دبابات تقطع بطون الصحراء. فالأدوات تغيرت، أما الثابت الذي أمرنا الله عز وجل به
أن نكون مستعدين وأن نمتلك القوة التي ندافع بها عن أرضنا وعن أعراضنا وعن بلدنا وعن ديننا، هذا هو المقصد. أما الوسائل فهي من الأمور المتغيرة. كذلك ينبغي أن نلتفت في العبادات إلى التعبد، وأن نلتفت في المعاملات إلى العلل. يعني هناك أمور في الشريعة الإسلامية أمور تعبدية، يعني الله عز وجل أمرنا بالصلاة وقال لنا أقيموا الصلاة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا بأن صلاة الصبح ركعتين ركعتان، وبأن صلاة الظهر أربع، وبأن صلاة العصر أربع، وبأن صلاة المغرب ثلاث، وبأن صلاة العشاء أربع ركعات. الاقتصار ينبغي في الأمور التعبدية الالتفات إلى أنها تعبديات، وأما في المعاملات نحن نبحث عن العلل ونبحث عن المقاصد ونبحث عن الأسرار. لكن أنبه إلى أمر مهم نبه إليه بعض العلماء، ليس معنى أن العبادات مقصورة على التعبديات أنه ليس فيها حكم ولا أسرار. العبادات أيضا مشتملة على مقاصد وعلى حكم وعلى أسرار، لكن على وجه كلي وليس على وجه تفصيلي، بدليل أننا نقرأ القرآن الكريم فنجد أن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونجد أن الله يعلل الزكاة ويبين الحكمة فيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول في الحج ليشهدوا منافع لهم، ويقول في البعث من أولها إلى آخرها للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعبادات معللة، لكننا لا نقف عند العلل والحكم والأسرار التفصيلية في العبادات، إنما نقف عند الأمر الكلي. فالزكاة معللة عند من يقول بأنها عبادة، وهناك من الفقهاء من يقول بأنها حق مالي وليست بعبادة، وهناك من يقول بأنها عبادة وحق مالي في الوقت نفسه، ونجد أن الفقهاء يختلفون في الحديث عن الزكاة وعن عللية بناء على أنها هل هي أمر تعبدي ولا هي حق مالي، ولا تجمع بين الأمرين. لكن في المعاملات نحن نعلل المعاملات بتحقيق مصالح الناس تعليلا كليا وتعليلا جزئيا. المهم أننا في العبادات نتلقى الأوامر دون بحث تفصيلي عن الأسباب والعلل. يعني لا ينبغي أن يقال لماذا كانت صلاة الصبح ركعتين، لماذا كانت صلاة الظهر أربع. العلل التفصيلية لا نبحث فيها، هي لا حكم، علماء من علماء وجهلاء من جهلاء، لكننا على الوجه الإجمالي فإننا نعلن بأن العلة أو الحكمة في الصلاة أنها أولا عبادة لله عز وجل، الله أمر أن نعبده لأنه هو ربنا الذي خلقنا، وأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. لابد أيضا من الموازنة بين القطعيات والظنيات، هذا أمر في غاية الأهمية يعرفه الذين يتبنون الرؤية الوسط في الاجتهاد وفي دراسة أحكام الشريعة الإسلامية. العقلية المشوشة غير الدارسة غير الأزهرية فإنها لا تعرف الفرق بين القطعيات وبين الظنيات. وكما قلت منذ قليل هم يسوون مثلا بين إطلاق اللحية الذي ورد في حديث آحاد ظني وبين الصلاة التي وردت في النصوص القطعية. العقلية المشوشة لا تعرف الفرق بين القاطع والمظنون، أما العقلية الأزهرية والعقلية العلمية
فهي عقلية فارقة تفرق بين القطعيات وبين الظنيات، تفرق بين الفرائض وبين السنن. وقد قال سلفنا الصالح: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فبعض الناس يريد أن ينشغل بالنوافل وأن ينشغل بالسنن تاركا الفروض. فبعض الناس قد يحدث معركة على صلاة التراويح في المسجد، ثم بعد رمضان هو لا يذهب إلى المسجد في صلاة الفرض ولا في صلاة الفجر التي هي فرض فرضها الله عز وجل. وأنا دائما أتعجب منذ سنوات وأنا أقول: لماذا نحن نحرص على صلاة التراويح في المسجد وهذا أمر مستحب وأمر مطلوب على وجه الاستحباب، وكلنا يريد أن يرفع الله هذا البلاء وأن نعود إلى مساجدنا، لكن هل من المنطق أننا نذهب إلى المسجد في صلاة التراويح وتحتشد الصفوف ويمتلئ المسجد، ثم في صلاة الفرض التي فرضها الله عز وجل على الناس والتي سوف يحاسبك الله عز وجل عليها يوم القيامة أنك لا تصلي؟ هناك ناس لا تصلي بعد رمضان رغم أنها تواظب وتحافظ على صلاة التراويح في المسجد. أخشى أيها الإخوة أن ينقلب الأمر من عبادة إلى عادة، أي تعودنا أن نصوم وتعودنا أن نذهب إلى المسجد في صلاة التراويح وكأننا نذهب إلى نزهة وكأننا نذهب إلى فسحة وكأننا نريد أن نقضي بعض الوقت في المسجد مع الجيران ومع الأصدقاء ومع الأحباب، كما كنا مثلا نذهب إلى حديقة من الحدائق أو منتزه من المنتزهات. هذا ما ينبغي، ينبغي أن يكون المقصد الأول العبادة لله عز وجل. العبادة تقتضي منا أننا نؤدي الفرائض أولا ونحافظ عليها ونستكمل ذلك بالسنن، أما أننا ننشغل بالسنن عن الفرض فهذا من الفقه المغلوط. فالعقلية العلمية عقلية فارقة، العقلية العاطفية لا أو العاطفة ليست عقلية علمية، ليست عقلية فارقة. فتجد أن بعض الناس يقف عند حديث في السنن ويقول لك: هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد أن نفعله، وهو لا يستطيع أن يفرق بين هذا الأمر الذي فعله رسول الله، هل فعله على سبيل اللزوم، هل فعله على سبيل الحتم والإلزام، هل فعله على سبيل الاستحباب، هل فعله على سبيل الند. كل ذلك يعرفه الفقيه الذي يعلن أحكام الله على الناس. لابد أن نفرق بين القطعيات والظنيات. القطعيات لا يدخلها اجتهاد، يعني لا يستطيع أحد أن يجتهد وأن يقول بأننا لا نصلي لأن الصلاة من الفرائض القطعية، أو أننا لا نصوم رمضان لأن صيام رمضان فريضة محكمة فرضها الله عز وجل على الإنسان المسلم البالغ العاقل المقيم القادر المستطيع. ومن هنا فإن الرخص التي تبيح للإنسان الفطر في رمضان السفر، بأنك تكون عازما على السفر من قبل صلاة الفجر، والأمر الثاني المرض، وهناك العذر الذي كتبه الله عز وجل على النساء، فالمرض يمنعك من أن تصوم، أو أن إذا صمت يشتد المرض. أما الادعاء بأنني أخشى أو أخاف بأنني أمرض فلا أصوم فهذا لا تعرفه الشريعة الإسلامية. القرآن الكريم يقول: فمن كان منكم مريضا، ولم يقل القرآن الكريم فمن كان منكم خائفا من أن يمرض، إنما قال فمن كان منكم مريضا بالفعل أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأمور القطعية لا يدخلها الاجتهاد، الاجتهاد لا يدخل في فريضة الصلاة، يعني لا يدعي واحد أننا نصلي مرتين في اليوم مثلا، أو نصلي الفجر 4 ركعات لأن الصلاة أمر حسن وأمر طيب،
هذا لا يدخله الاجتهاد. الصيام فرضه الله عز وجل فريضة محكمة لا يدخلها الاجتهاد. وكذلك هناك أمور قطعية في الشريعة الإسلامية لا يدخلها الاجتهاد ولا التطور ولا التجديد. ثوابت العقيدة لا يدخلها الاجتهاد. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخلها الاجتهاد. الله إله واحد لا يدخله الاجتهاد. الله عز وجل متصف بصفات الكمال لا يدخله الاجتهاد. الله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل عيب لا يليق به لا يدخله الاجتهاد. محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لا يدخله الاجتهاد. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الأمم، هذا أمر لا يدخله الاجتهاد. الله عز وجل له ملائكة، هذا أمر لا يدخله الاجتهاد. شعائر الإسلام لا يدخلها الاجتهاد، كما قلت الصلاة والصيام والحج. أنا أتكلم عن الفرائض ومكارم الأخلاق لا يدخلها الاجتهاد. يعني لا يجتهد مجتهد اليوم بأننا نقول بأنه يجوز أن نكذب ويجوز أن نشتم ويجوز أن نسب. مكارم الأخلاق لا يدخلها النسخ ولا يدخلها الاجتهاد. كل هذه الأمور، ثوابت العقيدة لا يدخلها الاجتهاد، شعائر الإسلام لا يدخلها الاجتهاد لأن أحكام قطعية، مكارم الأخلاق أو أمهات الفضائل لا يدخلها الاجتهاد. المحرمات القاطعة الظاهرة والباطنة لا يدخلها الاجتهاد. المحرمات القاطعة الظاهرة، تحريم الزنا لا يدخله الاجتهاد، والخمر لا يدخله الاجتهاد، والربا لا يدخله الاجتهاد. هذه أحكام قاطعة في القرآن الكريم. ماذا ننتظر بعد أن ينص الله عز وجل على أن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ هذا لا يدخله الاجتهاد. هناك أحكام محرمات قاطعة في الشريعة الإسلامية لا يدخلها الاجتهاد. محرمات ظاهرة كما قلت، الربا، الزنا، القذف، الخمر لا يدخل. وهناك محرمات باطنة تتعلق بالنفس الإنسانية، الحقد والغل والحسد والضغينة والنميمة، كل هذه محرمات باطنة. والله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي اتركوا ظواهر الإثم واتركوا بواطن الإثم. إذن الأحكام القطعية لا يدخلها الاجتهاد. أما آلة الاجتهاد فإنها تعمل في الأحكام الظنية، تعمل في الأحكام المحتملة. النص الذي يحتمل عدة أوجه أو يحتمل عدة أمور فإن الاجتهاد يدخل ذلك. وكما قلنا من فرائض الوضوء مثلا مسح الرأس، فهناك فقيه أبو حنيفة يقول بأن المفروض في مسح الرأس الربع، والشافعي رضي الله عنه يقول يكفي شعرتان، ومالك يقول مسح الرأس كلها من أولها إلى آخرها. هذا لأن النص القرآني يحتمل. وكما يقول بعض الفقهاء أبى الله هنا، أي فاتمسحوا برؤوسكم، إلا أن يكون هناك اختلاف. ففقي يقول الباء للإلساق ومن ثم فإننا نمسح الربع، وآخر يقول الباء للتبعيض يكفي بعض الرأس شعرتين، وآخر يقول الباء صلة لابد من مسح كل الرأس. والشافعي قال إن الباء في آية الوضوء لم تراء بعضية، وقال مالك صلة، والراجح الإلساق ذا الموضوع له. هذا النص يحتمل وجهات عديدة، من هنا اختلف الفقهاء في هذا، كما اختلفوا كما ذكرنا في الحلقات السابقة في هل لمس المرأة ينقض أو لا ينقض. الذي أريد أن أخلص إليه أن هناك أحكاما ظنية يدخلها الاجتهاد، وأن هناك أحكاما ثابتة قطعية لا يدخلها الاجتهاد. وحديثنا في هذا المنبر منبر التجديد هو أننا نعرض الأحكام الشرعية على الناس بأسلوب يلائم العصر، وأننا نحاول أن نعمل الفكر في نقل الأحكام الظنية التابعة للأعراف الناس وللمصالح
نحاول أن ننقلها بصورة جديدة تصلح للناس في هذا العصر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.